تذبذب في أسعار النفط عالمياً وضع صناع القرار المالي في العراق في حيرة أمام اتساع هوة العجز في موازنة اتحادية تستند إلى النفط مصدراً شبه أوحد للإيرادات، فتحولت الأنظار نحو تعظيمها من أبواب شتى ومنها الضرائب. الهيئة العامة للضرائب أعلنت عن مسودة قانون ضريبة الدخل الجديدة، إذ أدخلت عليها مواد كثيرة ستغطي كل ما يمكن تغطيته وسترسل إلى مجلس النواب للتصويت عليها. قانون الضرائب موجود ومشرع، ولكن تطبيق القانون وتطبيق العملية هي بيها مشاكل، وهناك تهرب ضريبي كبير، وهناك يعني كثير من القطاعات المهمة غير مفعل بها، وبالتالي حتى نحقق اقتصاد داخلي ونأمن وضع البلد يجب أن نعمل على كل القطاعات حتى يكون هناك ترصين للعملية الاقتصادية الداخلية وسيطرة على البضائع دخولها وخروجها وحتى حركة الدولار. فرض الضرائب وتفعيلها على قطاعات مختلفة أمر يثير قلق الشارع من تبعات مالية جديدة تثقل كاهل المواطن البسيط، رغم تطمينات أعضاء في المالية تحدثوا عن أن تعظيم الإيرادات لن يلحق سوى عمليات الاستيراد الضخمة والمشاريع التجارية الكبرى، بينما يخشى الشارع أن تنتقل تبعات الرسوم المالية الإضافية عليه. المواطن البسيط العادي ما راح تكون عليه ضرائب، اكو هناك ضرائب ممكن ان يتم تعظيمها او رفعها للتجار مثلا في امور معينه لا ليس لها تماس مع المواطن، اما حياه المواطن الطبيعيه من حيث الاغذيه والملبوسات والهاي انا اعتقد هذه ليس لها علاقه في الضرائب. وتسعى الجهات المختصة إلى معالجة آثار تراجع النفط في الأشهر الأخيرة على السيولة المالية التي قد تؤثر في الحركة التجارية ومنها تأخير رواتب الموظفين. ما يزال الاقتصاد العراقي مستندا إلى جدار النفط الذي إذا منهار فإنه سيتسبب بشلل الحركة الاقتصادية في العراق، وسط رغبة بفتح نوافذ أخرى لتعظيم الإيرادات بعيدا عن إثقال كاهل المواطنين. علي أسد، يو تي في، بغداد.